مكتوب أحباء إبراهيم، فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء. الرجاء أحبائي هو الذي يتحدى المستحيل. اليوم العالم في مشكلة، في مأساة. العالم اليوم عم بيتقاتل، صار في ناس عندها صراعات، آلامات، مش موجود الرجاء. طب هو الرب هل بيسمع؟ ليه الرب ساكت على هذه الأمور؟ كيف الرب بيسمح للديانات المزيفة إنه تزداد؟ كيف بيسمح لأشرار إنه تغير حضارات أو وهكذا؟ فالفكرة اليوم أحباء الشر عم بسود، عم بيستبدلوا القوانين الطبيعية، عم بيستبدلوا شريعة الرب وطريق الرب. لكن أحبائي الرب شايف، الرب عارف، وهو كل شيء عم بيصير بخطته المحكمة. في رومية 5 مكتوب والرجاء لا يخزي. في رومية 15 أحبائي مكتوب كل ما كتب بتكلم عن العهد القديم حتى يكون إلنا رجاء. فمعاملات الله في القديم ومعاملات الله مع الشعب وفي العهد الجديد، كل هذا هو اللي بيعطينا الرجاء المبارك حتى يكون إلنا الرجاء.